السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيتكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا يا جماعة الخير راح يكون عن لعبة Life for Speed. من زمان عن هذه اللعبة، اللعبة هذه اللي بداية تقريبا الكل، لا مو بالكل، بداية الناس في السيموليتر، يعني في الألعاب السيموليتر الصح، Life for Speed. طيب يا جماعة الخير، نزل تحديث جديد 7A ورخصة جديدة S3. طبعا الرخصة هذه من زمان موجودة، بس إنه التحديث هذا خاص بهذه الرخصة S3. طبعا لازم تشتري الرخصة هذه، قيمتها 150 ريال في الموقع الرسمي من Life for Speed. تتيح لك انك تحمل مودات سيارات، يعني عندك سيارات كثير بالهبل تقدر تسوقها تجربها تهجول عليها كل شيء كل شيء. طبعا من السيارات كثيرة حاليا دريفت، بما ان ربعنا حقي الهجولة تركوا Life for Speed ولو رجعوا راح يسيطرون على هذا المكان انا متأكد. فنصور لكم اليوم المقطع نوريكم تجربة المود. طبعا في كيف الطريق، خلنا اوريكم. ايه مجرد انك تكون في البيت، هذا كار هي سيارات الوكالة نفسها. طبعا في الاونلاين يمديك تختار مود، اكيد انه لازم يفتح لك مجال راعي السيفر انك تختار سيارة. فناخذ هذه السيارة مثلا، هذا حق دريفت جربتها انا قبل شوي اوريكم اياها. طبعا الحين حاليا داخل سيرفر حق دريفت، الحين دخلنا السيرفر. اسمع يا قلبي اسمع. طبعا لايف فور سبيد نفسها، طبعا نفس الجرافيكس نفس الدنيا نفس الارض نفس كل شيء. طبعا يا شباب ما احكي لكم عن متعة القيادة بلايف فور سبيد، في متعة قيادة ما تتخيلونها. دقيقة بس، خلنا اوريكم برا. دقيقة يا ساتر. طبعا Life for Speed ميزتها ان الموتر يطفى عليك، مو زي سيتو كورسا الكلتش يحترق هنا اذا جلدته يحترق الكلتش، فيعطيك شوي من السيموليتر الحلو نفس محاكي الحوادث. طبعا الشيء الثاني، اذا السياره كانت كويسه اذا صار في حادث تخرب، لكن السياره مو بتصميمها مره ممتاز بدك تصلحها في مكانك اذا كان ما حد حولك. فالسيارة من تصميم مصمم من خارج تصميم اللعبة، لكن لو ندخل على سيارة من تصميمات اللعبة راح تشوفون الحوادث حلوة. يا عمري سلام. طيب نطلع الحين، خلونا نجرب لكم شيء ثاني غير اسلم. شو ذا صدمنا ذا ليف اللفت. طيب يا جماعة خير، لعبة Life for Speed الكثير يعرفها. من الاشياء اللي لازم تعرفها عن Life for Speed ان اللعبه هذه كانت محافظه من 2005 الى الان على ان اللعبه تكون بدون حقوق الحفظ والنشر او شيء زي كذا. فاللعبه كل شيء فيها من تصميمها الخاص، الحلبات هذه، السيارات الموجوده، شيء دخلنا هنا، الحلبات كلها هذه من تصميمهم، كلها من تصميمهم، يعني ما اخذوها من حلبه رسميه في الشارع. سووا طريق جديد عبارة عن دراج طويل لونج، مرة طريق طويل مرة يمديك تسرع. الحين بنجربها مع بعض، الشارع هذا جديد وبناخذ سيارة جديدة. فهذه سياراتهم كلها بعد من تصميمهم الخاص، فما أخذوها من سيارات ثانية، بعيدا عن تشبه سيارة ما تشبه سيارة، لكن هم فكرتهم أن تكون تصميم الخاص. نفس فكرة لعبة جراند مثلا، جراند لما تسوي تشارجر بس مو تشارجر، فهمت؟ عشان تبعد عن نظام حقوق النشر وحقوق الحفظ وتبعد عن ما تدفع لشركة إلى آخره. فخلونا أول شيء نروح المود ندور لنا سيارة تهجولة. أنا سبق وجربت سيارة، خلنا أوريكم إياها، اللي هي الفورد فيكتوريا. بس وينها بضيعتها الحين؟ شوف الفورد، صراحة عجبني اللي سواه، سويت وزنية سميتها هجولة. طبعا ما غيرت فيها ولا شيء، بس مجرد ركبت كفراتنا. اللي يلعبون Life for Speed من زمان راح يعرفون هذه الكفرات وشي بالضبط. عندك هنا الالوان، ما الالوان تلعب فيها، خلها اسود. الحين خل نفعل هذولي، راح تفهمون وشي هذه، او القديمين يعرفون وشي هذه. الحين انا دخلت الشارع، اسمع
اللي مسوي سيارة ضابط الصوت، شوف الإشارات. طبعا راح تذكرون هذه الأشياء، تقدم ترجع. أنا طبعا ما أبي ذا الشارع. دقيقة، أنا ما أدري ليش دخلني على ذا الطريق. طبعا هو له طريقين، طريق بري وطريق زفلت. أنا أبغى زفلت، طبعا مو بري بري مرة، بس هذا زفلت يعني. أحس إنه تغيرت الوزنية علي شوي. كنترول إيه، كنت حاط 900 أنا، بس خلينا نحط 723 نتذكر شوي. نرفع الفورس شوي، شوف الطريق للحين ما وقف لو تلاحظون. خلي الفورس 50، يلا الحين خلص الشارع. تشوفون الطريق كيف؟ اخي نسيت ايش اللي شغل النور، مو حرف ال ال. اسمع يا عمري، شوف الداخليات حق الفكتوريا، طبعا من تصميم شخص خارج اللعبة. طبعا يكتبون اسم الشخص اللي صمم الظاهرة، اذكر قد شفت في الموقع الرسمي انهم كاتبين مين هذا اللي سوى السيارة. يا عمري الهوزة. يا اخي وزنيات لايف فور سبيد يا قسم بالله انها جامدة. اقصد اللعبة نفسها سواقتها حلوة. طبعا انا ماني قاعد العب باي وزنية على فكرة، السيارة نفسها هذه بس غيرت كفرات. يا عمري شيك. طيب حولنا من برا خارجي لعيونكم. ها ابرم. لا عكسي يجي. اوف طفت الكهرباء، كانت تطفى. طبعا اللعبه هذه برضو تعطيك من اساسيات الجير عادي، يعني مثلا لو احط الجير على الاول وفك الكلتش بقوه تطفى علي، فهمت شلون؟ طيب نشغل سياره بحرف الاي، اشتغلت سيارة. فلو احط الجير على الاول وفك الكلتش بشويش، الحين بشويش قاعد افك، ما ادعس بنزين لا تلاحظون. دحدر معي نفس الصدق. هذه من الاشياء اللي تعلمتها ترى من لايف فور سبيد على فكرة، يوم اني اتعلم جير عادي وكنت صغير مرة. طبعا انا العب لايف فور سبيد من يوم كان عمري 10 سنوات يمكن. يا ساتر. يلا اخر شوط نروح نجرب شيء ثاني في التحديث الجديد. اليمين يلا اشطح سوق خبه. يلا خلاص طلعني من هنا، خلينا نشوف سيارات ثانية. أول شيء خلينا نشوف ايش في سيارات في المود. طبعا عندهم أكثر من قسم لو تلاحظون على اليمين، الكلاس اللي هو نوع السيارة اللي تبي تدورها، فان ولا بايك ولا وش تبي بالضبط. لو نحط اول بيحط كل شيء. طبعا عندك ابروفد اللي هي يعني السيارات اللي لايف فور سبيد اعتمدتها، يعني يشيكوا عليها وضعها كويس وامورها تمام. يعني لو تحط اول طلع لك قائمة سيارات كثيرة مرة. خلينا نشوف قائمة السيارات الكثيرة هذه وش السيارات اللي راح تطلع لنا. فورد توريس، عندنا سيلفيا، عندنا تشارجر بوليس، عندنا ماني متكلم بس بمشي وتناظرون. شوف موستنج دريفت هذه حلوة، جربتها ترى جميلة مرة، بنجربها مع بعض بعد شوي. عندك البيم، شوف الباص، نظرة سريعة، ناخذ نظرة سريعة. موتر الدراج، صاروخ، دبابة هيبوزة. شوف تلاحظون اكثر سيارات دريفت لو تلاحظون سطحة فوق سيارة هو الكروز.
نجرب كروز، ناخذ كروز حلوه، ناخذ كروز نجرب شوي، بسميها سي سي اف مدري شو. وش ال اس دي؟ ايش السالفه؟ تبي خلفي ذي ولا ايش؟ طيب نجربها كذا بس ما نغير شيء بوزنيتها، ندخل نجرب على الدزه. ارتفع مامي، حلوة الداخلية. كروز زعفة، نسيت افصل التراكشن. هو يا كروز. زعفة زعفة. طيب نسيت افصل التراكشن ومالي خلق ارجع اجرب مرة ثانية. بس لقينا كروز. يعني شوف في سيارات تقدر تجربها، عندك سلفيات، دباب، دبابات، ملاحظ دبابات. شوف سيارات غريبة، لاحظ سيارات غريبة موجودة. كروز ثانية شيء، كروز بطيس من جنود سود عفوا. شوف السرير مستشفى على اليسار، زحف والله زحف. دباب يا اخي، دبابات غريبة على فكرة. كنت داخل سيرفر قاعد اتمشى، لقيت واحد مع دباب يقدر يرفع كل شوي على كفر كذا، يرفع يرفع ويوقف، يرفع يوقف، يرفع يوقف. فيعني سيموليتر دباب. هو يا الفان هذا ودي اتقلب فيه ذا. لا خلنا ناخذ شوي دقيقه بس معليش يعني. والله حق ضحك درفت. شوف الزحف، طيب شوف الزحف اللي بيصير. خلنا ندخل سيفر بذا الموتر. شوف اقدر ادخل سيفر بهذا الموتر على فكره، تدرون شيك بالله. شوف قائمة السيفرات على فكرة، لقيت سيفر هجولة قبل شوي. وين؟ خليني اوريكم اياها. ضيعتها الظاهر. اوه صح، لازم اشيل البرايفت. خلاص مو بلازم. جونا على السيرفر. شوف الحين اقدر اني ما اخذ السيارة دي واروح للمود وناخذ الباص حقنا. ضيعته. خلنا نكتب فان. قربت منه. اي هذا هو، شوفه درفت درفتو. يلا الحين جون. جونت شي معي يمشي. طيب الموتر في مشكلة، ما يمشي الموتر. خلاص بغيره، دام ما يمشي مشكلته. طيب خلينا نشوف السرير، بالله خلينا نشوف السرير. شو وضع السرير؟ والله حق ضحك. تسوق سرير جنبهم بشي. اي يمشي، ايش فيه؟ ايش السالفه؟ في مشكله عندي يمكن. لا لا والله بنزين شغال. شوف طيب يعني ما يمشون. زحف زحف والله، سيارات زحف. لو تشيك تشوف كروز جنوط هج ولا بلا. لو التريل لها وزنيه درفت بدخل فيها. دقيقه شوي شيك. هوا بس دركسون هوا بزيادة. زحف بتندم معي الزعم شيء اكثر. ايه بس المشكله الدركسون هو بزياده، ما قدرت امسك السياره. بس تشوفون الزحف والله العظيم زحف. سيتو كورسا، سيتو كورسا لا، لايف فور سبيد بدت تقدح على سيتو كورسا. والله لايف فور سبيد بدت تقدح على سيتو كورسا بالافكار هذه. طيب نشوف المواتر. ودي اوريكم الموستنج بصراحه لانه حلوه. بس نشوف بس ودي اشوف القائمه. طبعا انا ما شيكت عليها، فانا قاعد اناظر. خلاص هذه نهايه القائمه، خلاص شيكت عليها كلها. الحين نكتب درفت، نجرب الموستنج مع بعض. يلا تعال اسمع. Yeah.
طبعا حلوه السياره لكن عيبها عيبها قويه، فالكفرات تخلص بسرعه. الركيان برا. دي 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 دي. ايوه. ياو. من برا ما اعرف اسوق مرة. لو 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 صدمنا. اوف 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 اوف. بلعب من جوا الحين. بلعب من جوا احسن. نسيت كيف اخلي الداخل اقدر التفت. دقيقة. خلنا نروح الاوبشن. نروح للفيو. خلنا نطفي السيارة لانها مزعجة بصراحة. اذكر اننا نخلي الظاهر اكسس صح؟ اي شوف شوف. ايوه. خلي كذا بس. هذه حلوه. يلا الحين شغل. ناخذ رنين. يا عمري! والله طرب بالقيادة يا شباب. سيارة برو لايف فور سبيد والله طرب. لا! يا أخي ما في قرب مرة. بس طرب طرب. والتراك صغير بعد. يا عمري خلاص كاميرا بدأت تنتهي عندي انا. خلاص كاميرا بدأت تنتهي. شوف صرت ادرفت بدون ما ادعس بنزين. يا عمري 360 خامس. كني انضربت بزيادة انا. ايش كنت ثاني؟ ها يا عيالي الطرب. وبس كذا وصلنا نهاية المقطع. بس كانت زبدة المقطع اني اوريكم التحديث الجديد، اوريكم ان لايف فور سبيد ما هي لايف فور سبيد اللي تعرفونها، تطورت صار يمديك تضيف مودات، يمديك تضيف سيارات عفوا اللي هي مودات، صار عندك مجال يمديك تسوي اشياء كثير في السيارة بصراحة. شوف دخلت على الموقع طبعا ما يطلع لكم الان، يوم ضغطت اخر شيء طلع لي اسم اللي سوى السيارة، طلع لي رابط تحميلها، طلع لي الباور كم حصان، طلع لي وزنها، طلع لي التورك، طلع لي كل شيء. مكتوب ان السيارة 650 حصان 973 تورك. يا ساتر. مكتوب ان الماكينة 5 لتر 8 سلندر. يعني ارقام انا متأكد ان الارقام صحيحة، ما هي زي لايف فور سبيد انه يقول لك ارقام وارقام ما هي صحيحة. مديك تعدل وزنية يعني
شيء جدا جميل. وبس يا جماعة خير، أتمنى أن المقطع عجبكم، إذا عجبكم المقطع تنسى زر اللايك، لا تنسى تشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.